وهذا اللقاء المبارك سوف يكون بحول الله تبارك وتعالى حول براهين الحقيقة كما علمتم، حول أدلة عقيدتنا التي نعتقد جازمين أنها عقيدة الإسلام، عقيدة القرآن والسنة. هذا أمر لا ريب فيه، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا شك فيه ولا تذبذب. وكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك نحن نقول الإباضية هم أهل عقيدة القرآن، ويغترفون عقيدتهم من القرآن، ولا يمكن أن يكون القرآن، أكرر هذا، دليلا لكل فرقة من الفرق فيما اعتقدته. لهذا الإباضية قالوا العمدة الأولى في إثبات العقائد هو القرآن. على أي حال هم يثبتون ذلك وينصون عليه، ويقولون بأن الله تعالى استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستويا عليه، فالتحول والتبدل هذا موجود، يثبتونه لله في هذه القضية، أي أن الله لم يكن، وهذا أمر ضروري لا محيص إلا على مذهب ابن تيمية. ابن تيمية تورط في هذه المسألة، هذه القضية، قضية أنه يلزم منه أن الله تعالى ما كان مستوى فاستوى، ابن تيمية وقع في ورطة في ذلك، فابتدع مخرج. فإيش قال ابن تيمية؟ قال بقدم العالم بالنوع. إيش يعني قدم العالم بالنوع؟ يعني هذا العالم قبله عالم حادث، قبله عالم حادث، وقبل العالم ذاك عالم حادث، وقبل ذاك العالم عالم حادث، وقبل ذاك العالم عالم حادث، إلى ما لا بداية كالله، مثل الله تعالى. يعني لم يزل الله يحدث عرشا ويفني عرشا. عشان ايش؟ يلا جيبوا انتم ايش، ايش تقول انتم عن ايش كذا قال؟ ايوه ليقول ان الله لم يزل مستويا على عرش قبله عرش قبل عرش قبل عرش، وتكون بذلك صفة الاستواء أزلية لأزلية الموجودات مع الله. وهذه مسألة قدم العالم بالنوع، قدم قضية ابتدعوها هؤلاء، قضية ابتدعوها وجعلوا لله شريكا في القدم، مع أن الله يقول هو الأول والآخر. أول، هل يعقل أن يصف نفسه بالأول ومعه أحد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك، يكون أول مع أحد؟ فإذا يلزم من قولكم بأن الله مستقر على العرش حدوث صفة لم يكن الله متصفا بها أولا. ثانيا، يلزم من قولكم باستقراره على العرش، باستقراره على العرش، بأنه إما أن يكون بحجمه، والعرش محدود. إيش الدليل؟ عندكم دليل حسي على أن العرش محدود؟ دليل محسوس شيء؟ سبحان الله العظيم، هل يوجد دليل محسوس أن العرش محدود؟ لا يوجد. ما شاء الله العظيم، ما شاء الله، ما شاء الله. طيب شيء عرش عندكم أنتم في الأرض هنا؟ أين العرش؟ أين العرش؟ في الأرض ولا في السماء؟ طيب العرش، العرش هين العرش؟ أين عرش الله؟ فوق جميع المخلوقات وهو محيط بها، أليس كذلك؟ لأنه أكبر مخلوق وأعظم مخلوق خلقه الله هو العرش، وهو محيط بالمخلوقات جميعا. فهل هو محدود ولا غير محدود؟ لا إله إلا الله، كيف غير محدود يا أبطال؟
أكيد العرش محدود، لأنه الحد هو المنتهى. يمكن واحد حد ما عارف معنى محدود. محدود أي له انتهاء ينتهي إليه وغاية ينتهي إليها. العرش على هذا التعبير الآن له غاية ولا ما غاية؟ منتهى ينتهي إليه، منتهى وله حد، إذن هو محدود. واضح محدود إيش معناها؟ فإذا قلنا أن الله مستقر على العرش، أيلزم من ذلك أن يكون الله محدودا أم ما يلزم؟ يلزم. إذن هذا لازم آخر، إنه لم يكن متصفا بالاستواء فاتصف. اللازم الثاني أنه محدود، أنه محدود. الأمر الثالث أنه محمول، والحمل احتياج، والله وصف نفسه بقوله هو الغني محمول. طبعا هم يقولوا محمول، ترى ما عندهم إشكال في أن الله محمول، هذا في توحيد ابن خزيمة. أرسل عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عباس، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال نعم رأى. قال كيف رآه؟ قال رآه على كرسي من ذهب تحمله، تحمله عن الله محمول، على رآه على كرسي من ذهب تحمله، إلى آخر الحديث. فإذا هم، والشيخ العثيمين يقول في الواسطية: فإن سألت ما معنى الاستواء عندهم، قلنا هو العلو والاستقرار، العلو والاستقرار. الآن نحن نناقش أي مسألة الآن؟ إجاسي نناقش عون المسألة العامة، المسألة اللي إجاسي نبحثها الآن، الرحمن على العرش استوى، بعد أن أخرجنا دلالتها في من القطع إلى الظن، نناقش الآن لوازم الأخذ بالظاهر. فقلنا أن الأخذ بالظاهر يفضي إلى حدوث صفة لم يكن الله متصفا بها، ويفضي إلى القول بتحيز الله تعالى وتحدده، ويفضي إلى القول باحتياجه لأنه محمول. رابعا ويفضي إلى القول بأنه مقدور عليه، لأن حمل الملائكة، هذا الأربعة ملائكة ذيلا، حمل العرش، خل الملائكة ما بنجي عليه بعدين، حمل العرش له نوع اقتدار عليه، نوع من الاقتدار، نوع من الاقتدار عليه، وهذا لا يجوز. وكل معتقد ترتب عليه ما لا يجوز فهو اعتقاد لا يجوز، كل معتقد ترتب عليه ما لا يجوز فهو اعتقاد لا يجوز. طيب من هين جبنا عدم الجواز؟ من النصوص قطعية استفدنا عدم الجواز. كل اعتقاد لزم منه ما لا يجوز فهو اعتقاد لا يجوز. فوصفه يعني وصفكم بأن الرحمن فوق العرش، هذا وصف لا دليل عليه من كتاب. الرحمن على العرش استوى، طيب إيش تفسيرها؟ قلنا تفسيرها بما بعدها، الرحمن على العرش استوى، بعدها له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أي هيمنة. طيب الهيمنة يا أستاذنا تقتضي المغالبة، هل تقتضي المغالبة في وضع اللغة أم في العرف والعادة؟ يعني في الوضع اللغوي الاستواء يستلزم المغالبة في وضع اللغة أم في العرف والعادة؟ وهل الأعراف والعادات مطبقة على رب الأرض والسماوات أم هي متحكمة في لغة العرب؟ أو متحكمة؟ احنا نتكلم عن الاستواء في الوضع بمعنى الهيمنة. فأقحمتم المألوف عندكم والموهوم في أذهانكم وقلت لا المألوف أن، طيب بنصير لما يجي عندي السير عنده، هل تثبتون لله صفة القهر أم لا؟ يثبتوها ولا ما يثبتوها؟ وهو الواحد القهار، ينكروها ولا يثبتوها القهار؟
طيب ثبتوها ألا تستلزم المغالبة؟ بل هي أظهر من 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 الاستيلاء. ها؟ القهار تقتضي المغالبة ولا لا؟ إن هنا قاهر ومقهور أليس كذلك؟ تقتضي المغالبة. فكيف أثبتوها عنه؟ فإن قالوا لا يستلزم المغالبة قلنا كذلك لا يستلزمون. فإذا كان معي منكم الاستيلاء نسميه قهر، الرحمن على العرش قهر، خلاص. طيب قالوا هناك آيات أخرى تفيد أن الله فوق المخلوقات. طبعا إثبات المكان لله عقلي ولا نقلي؟ العقل يثبته ولا النقل؟ النقل. أما نحن نثبت وجود الله، الوجود يثبت بالعقل، أما المكان لا يثبت بالعقل، العقل لا يثبت مكانه لله سبحانه وتعالى، إنما يثبته السمع، ويجب في السمع أن يكون قطعيا. أما العقل وحده لا يمكن أن يكون دليلا في مسألة إثبات الوجود. نحن نقول في إثبات المكان، نحن نقول الله موجود أي أنه غير معدوم فقط، وأكثر من كذا لا نفصل، ما نقول أنه موجود في المكان. هم يتخيلون موجود وما يتخيلون الوجود وما يتبع الوجود من التحيز والمكان، أما نحن نقول له هو موجود فقط موجود. أما المكان هذا يحتاج إلى دليل آخر غير دليل الوجود، وهذا الدليل ليس عقليا، العقل ما يثبته، فلا بد لكم من دليل سمعي قطعي. واجد ولا شوية عن هيش عن هيش يقول هذا اعتراض جهال عوام، اعتراض عوام. العربية تطلق الموجود على غير المعدوم، لغة العرب كذا تقول الموجود هو غير المعدوم، كأن اسم لمفعول هم يقصدوا. لا خطأ خطأ، لا الموجود هو غير المعدوم، هذا هكذا إن أطلقت العرب على الشيء الموجود موجود، قال موجود بمعنى أنه غير معدوم، ما يقصدون به اسم المفعول فإن كان على وزنه. زين نعم. طيب إذن يعني الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما تحت الثرى. طيب قالوا هناك آيات أخرى تدل على ذلك، مثل إيش؟ قالوا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال يصعد ويرفعه، إليه يصعد. أولا هذه الآية قطعية ولا ظنية؟ ظنية. ليش قلت ظنية؟ لاحتمالها معان غير هذا المعنى، فإن إليه وردت لغير المحل والمكان، كقوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فإلى لا تفيد انتهاء الغاية المحسوسة أو الغاية المكانية، فلذلك على الإطلاق يعني، فلهذا استدلالهم بهذه الآية استدلال بآية ظنية وليست قطعية. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والرفع أيضا لا يلزم منه رفعا حقيقيا، وإن قلنا بأنه رفع حقيقي، ولو قلنا أنه رفع حقيقي لا يلزم منه أن يكون ارتفاع إلى حيث ذات الرب سبحانه وتعالى، وإنما إلى حيث أراد الله جل وعلا، إلى حيث أراد الله، حدد الله مكانا لصعود الأعمال واستقرارها
عندما أطلق الله تعالى وصفا لهذا قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولا يلزم منه أن يكون عند ذاته سبحانه وتعالى. والصعود صعود رتبة وارتفاع رتبة، فلان فوق فلان رتبة، ما كذا؟ فلان فوق فلان منزلة. فالفوقية هذه والرفعة هذه والصعود لا يلزم منه إلى حيث ذات الله، وإنما إلى حيث المكان الذي حدده الله يجوز ذلك، أو أنه ارتفاع مكانه وقبول ومضاعفة أجور جائز. فإذا جواز ازدحام المعاني مخرج للنص من القطع إلى الظن. أيضا قالوا وهو القاهر، قالوا يخافون ربهم من ايش؟ من فوقهم. يخافون ربهم من فوقهم، قلنا هذا النص يحتمل بدليل أن الفوقية لا تستلزم خوفا، الخوفية وحدها لا يلزم منها خوف، الخوف الفوقية فقط. يعني الآن لو هنا فوق هذا السقف ذا قط مثلا، هل فوقية القط لمن علاه مجرد الفوقية تخيف من هو أسفله؟ الفوقية تستلزم خوفا؟ إيش رأيك؟ الفوقية لا تستلزم خوفا. طيب ما الذي يستلزم؟ قال لا، لكن هذا على حسب اللي فوق. فإذا كان الذي فوقك إنسان جبار ذو بطش وكذا، إذا المسألة ليست متعلقة بالفوقية، متعلقة بوصف زائد اللي هو الهيمنة. إذا جرد الفوقية ذي وأبقي المعنى الزائد الذي يستلزم خوفا. هل الفوقية تستلزم خوف؟ يخافون ربهم، الفوقية وحدها ما تستلزم خوفا، وإنما الذي يستلزم خوفا هو القهر والهيمنة، وهذا ما أكده قول الله وهو القاهر فوق عباده. فقهر الله هو علوه وهو الذي يستلزم خوفه. واضح؟ أيضا استدلوا بقوله تعالى ثم يعرج إليه، وسبح اسم ربك الأعلى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. السماء هنا أيضا هذا النص يحتمل معاني. لما؟ لأن السماء تذكر وتؤنث في لغة العرب، وذكرها ابتداء يدل على أنها هي المذكورة ثانيا، ذكره أولا يدل على أنها هي المعنية ثانيا. ينزل الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، أي إلى السماء. والسماء يجوز تذكيرها في كلام العرب كما ذكره ابن حبان إن لم تخن الذاكرة. ابن حبان صاحب البحر المحيط قال السماء تذكر وتؤنث، فإليه الضمير هنا عائد إلى السماء بدليل ذكرها ابتداء، ذكرها أولا ثم يعرج إليه، أي إلى السماء. أبو حيان في البحر المحيط، أحسن. نعم، هذه أدلتهم من القرآن، ولا يقوم منها دليل
يمكن أن تبني عليه معتقدا أبدا. كذلك بقية الآيات، يعني من مثل قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن الاستدلال بهذه الآية على ثبوت رؤية الله يفضي بنا إلى اتهام القرآن بالركاكة اللغوية، ركاكة، لأن العرب لا تسند النظر إلى الوجوه على معنى الإبصار أبدا، لا يوجد على هذا الكلام شاهد لا من منثور كلامهم ولا من منظومه أبدا. نظر وجهي إلى فلان، لا يوجد هذا، وجهي ناظر إليه. بينما يسند النظر عام والوجه عام. وعلى كل حال هذه الآية آية ليست قطعية إطلاقا، ولا حتى فيها ذكر حل الجنة أبدا، لا فيها ذكر الجنة، وأخذ ذكر الجنة من النظارة، قال ناظر والنظر محلها الجنة، استنتاج. والنظر معناه الرؤية، وكأن النظر محصول في الرؤية. قالوا وأسند إلى الوجوه، وتعدى بإلى، وكأن النظر إن أسند إلى الوجوه، النظر يتعدى بإلى ويسند إلى العيون على معنى الانتظار. إيش رأيك؟ النظر يتعدى بإلى ويسند إلى العيون ويقصد به الانتظار، فكيف بالوجوه؟ هذا الكلام اللي ذكره أبو حيان، وذكره الزمخشري، وذكر غير واحد من أهل اللغة أن سراوية سمعت تقول في وقت الظهيرة وهي مستجدية، تقول: عيينتي ناظرة إلى الله وإليكم، أي تنتظر فضل الله وفضلكم. عيينتي أي عيني ناظرة إلى الله وإليكم، أي منتظرة. وهذا أقروا أهل اللغة هذه الرواية، لم يرد الزمخشري أو الزمخشري، أردوا أهل السنة والجماعة المثبتون للرؤية. فكيف يمكن القول بأن يعني؟ وبعدين هم تراهم يكابروا. الأزهري في تهذيب اللغة قال بأن أول شيء نقل عن الليث ورباعة أن النظر يأتي في اللغة العربية بمعنى بمعاني، وذكر منها من ضمنها الانتظار أو معنى قريب من هذا. ولما ذكر هو ظاهرنا في الباب هذا في مادة نظرة، وأورد معاني النظر، حتى جاب متعدي بإلى، جاب متعدي بإلى وبمعنى غير الرؤية وكذا، وهو يكتب الظاهر أنه جعل هذه الآية فتورط وجوه يوم. قال: ومن فسر النظر في قول الله وجوه يومئذ ناظر ربه ناظر بمعنى الانتظار فقد أخطأ، لأن العرب لا تقول ناظرة إلى كذا بمعنى منتظرة. زين، توك أنت قبل في أول المادة تقول ناظرة إلى كذا، نظرة إلى كذا بمعنى أنت وحدك تقول قبل شوي، والآن تناقض نفسك تعصب. ولذلك أقول أفيدكم فائدة، هذا لا يعني علماء اللغة وإمة اللغة، قبل أن يعني تتكئ على شواهدهم اقرأ سيرهم تراجمهم. إذا رأيت متعصب لمذهبه وعقيدته فأخذ ترجيحاته بحذر. حتى الزمخشري مع أني وافقنا في كثير من العقائد، لكن يعني له ترجيحات لغوية بنى عليها قضايا عقائدية تجدها في الكشاف. يقول بلقيني، يقول: قرأت الكشاف فاستخرجت منه اعتزاليات بالمناقيش، استخرجت منه اعتزاليات بالمناقيش. ما يقول لك إمام في اللغة، ولكن عنده تعصب. الأزهري إمام في اللغة نعم، ولكن عند تعصب لما جاء عند آية النظر ناقض كلامه. ابن مالك، محمد بن مالك هذا صاحب الألفية معروف، لكن لما جاء عند لن كابر، قال: ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. والله يقول: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا، لن يتقبل منهم.
ينتبه لهذا. نعم. الأخذ، وأعود لقاعدة مرة أخرى، الأخذ بالظاهر. الآن واضح عندكم إذا كانت الآية ليست قطعية وتحتمل معان لا يحتج بها دون تتبع لكل المسائل، هذه أمثلة. أعود للأخذ بالظاهر. الحشاء الوهابية السلفية، هل التزموا بالأخذ بالظاهر دائما؟ الجواب، عندما يأتي النص يعني مناقضا مخالفا مصادما لعقائدهم تأولوا. مثلا حديث فيه أنه لو دل أحدكم حبلا من السماء من الأرض إلى الأرض السابعة لوقع على الله تعالى. هذا الحديث نحن بكل أريحية نقول لوقع على الله، أي لم يخرج من ملك الله. لوقع على الله أي في ملك الله وهيمنة الله، ما عندنا أي إشكال في هذا. لكن الجماعة قالوا لما جعلت الحديث تأولوا، هذه لفظة الاستواء وأنها حادثة، فأول ما خلق الله من الأشياء المعلومة لنا هو العرش، واستوى عليه بعد خلق السماوات. قبل هذا الحديث لو أن أحدكم دل بحبل، من الأحاديث التي أولوها، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إيش مقتضى هذا الحديث؟ ظاهر هذا الحديث إيش؟ ظاهر هذا الحديث إيش؟ يلا قولوا علمونا، ظاهر هذا الحديث إيش؟ الحلول. إيش يعني الحلول؟ أيوة نعم أحسن. يعني فإذا أحب الله تعالى الإنسان، إذا أحب الله الإنسان يصير هو سمعه وهو البصر وهو اليد وهو الرجل، وهذه عقيدة الحلول. فهل قالوا بذلك؟ الجواب لا، لم يقولوا بذلك. يقول العثيمين في فتاوى العقيدة وأركان الإسلام، يقول وعلى هذا فنؤمن بأن الله تعالى يتقرب من عبده المتقرب إليه كما يشاء. أي نعم، كما يشاء، ويأتي هرولة لمن أتى إليه يمشي كما يشاء من غير تكييف ولا يعني الله يهرول على الظاهر. أي لا، استغفر الله، هذا حديث آخر، حديث الهرولة. ومع ذلك ترى تأول، قال تأويله جائز. قال ومن المعلوم أن طالب الوصول إلى الله لا يطلبه بالمشي فقط، بل يطلبه تارة بالمشي كالسير إلى المساجد والمشاعر والجهاد نحوها، وتارة بالركوع والسجود نحوهما. فعلم بذلك أن المراد بذلك كيفية طلب الوصول إلى الله تعالى، وأن الله تعالى يجاز الطالب بأعظم من عمله وأفضل. هذا تأويل ولا ظاهر؟ إن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال ومعنى ذلك أن الله تعالى يجاز الطالب بأعظم من عمله وأفضل. الحديث يقول هرول، ما يقول يجاز بأفضل. ومع ذلك هو قال هذا المعنى صحيح، يهرول، وهذا المعنى أيضا صحيح. يعني هم يأولوا يجيزون إخراج النص والدليل عن الظاهر. هذا حديث لو دليتم بحبل إلى الأرض السابعة لوقع على الله. احنا قلنا ايش؟ لا يخرج ملك الله. قال هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه. طيب وقفة، اختلف العلماء في تصحيحه، وبناء على القول بالتصحيح، خلهم على كلامهم وعقيدتهم، نحن نتكلم، خلوا الظن قطعي. حديث صحيح وهم يمرون ويقرون، ما كذا؟ فسر لي عبد الحديث.
قال اختلف في تصحيحه. خلي اللي من صحيح اللي صححه منهم اللي يصححه. لو دليتم بحبل الأرض السابعة لوقع على الله. يلا ظاهر ذا الحديث طلعوا هي ظاهر ذا الحديث بناء على منهجكم. إيش هيني وقع الأرض تحت السابعة ما فوق العرش، والحبل هين بيوقع على الله. بل قول الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ماشي آية كذا، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، خذ هذه بظاهرة فسر لي على ظاهرة كيف تكون ذي. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم كيف يصروا على ظاهرة ذي. نعم، قال هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه، والذين قالوا إنه صحيح يقولون إن معنى الحديث، الذين قالوا إنه صحيح أخذوا بالظاهر ولا ما أخذوا بالظاهر، قالوا إنه صحيح يقولون إن معنى الحديث لو أدليتم بحبل لوقع على الله عز وجل، لأن الله تعالى محيط بكل شيء، فكل شيء هو في قبضة الله سبحانه وتعالى، وكل شيء فإنه لا يغيب عن الله تعالى، حتى أن السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن عز وجل كخردلة في يد أحدنا. وبعدين إيش قال؟ ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون دالا على أن الله سبحانه في كل مكان، أو على أن الله تعالى في أسفل الأرض السابعة. عن إيش؟ ما هو ذا الظاهر؟ هو ذا الظاهر اللي تحتجون به. قال لا، الآن خالفوا الظاهر هم عجب. لو مخالف إباضي بتقوم الدنيا عليه ولم تقعد، لكن حلال حرام على بلابلنا الدوح، حلال للطيور من كل شكل، فإن هذا ممتنع شرعا وعقلا وفطرة، لأن علو الله سبحانه وتعالى قد دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب وهذا دلت عليه السنة أيضا، لو دليتم بحبل وهو صحيح، والحديث الآحاد عندكم حجة في الاعتقاد. هم إذن لم يلتزموا بالظاهر أبدا، قولهم يلتزموا بالظاهر، لم يلتزموا بالظاهر، بل الأحاديث تأولوها. وأيضا قالوا بالنسبة للاستدلال بالسنة، الاستدلال بالسنة يستدلون بالحديث الأحادي، ونتيجة لذلك وقعوا في مطبات خطيرة جدا، لأن الحديث الأحادي مبني على التصحيح والتضعيف، وهو أمر ظني، يعني هكذا ظن المحدث أن الحديث صحيح، وقد يكون الحديث غير صحيح، وعليه فإنه يبني عقيدته على ظن. الوهابية يبنون عقيدتهم على الظن، إذ أنهم يعتقدون عقائد بناء على أحاديث صححوها، ولذلك صححوا روايات عظيمة وبشعة جدا، صححوا روايات بشعة. هذا اسمه، اسمع العنوان، العنوان اسمه، اسمع العنوان، يعني هذا الكتاب لا يناقش، صاحبه أغلق باب المناقشة. اسم الكتاب: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل التي وصف بها نفسه في تنزيله الذي أنزله على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى لسان نبيه نقل الأخبار الثابتة الصحيحة، نقل العدول عن العدول من غير قطع في إسناد ولا جرح في ناقل الأخبار الثقات. إيش معنى هالكلام؟ خلاص ما يناقش ذا، لا يناقش. وابن خزيمة غير مرة ذكر أنه هذا الكتاب يلتزم فيه بالصحيح دون غيره، أكثر عن مرة ذكر. قال أبو بكر، صفحة 21، قال أبو بكر: لم أخرج في هذا الكتاب المقطعات، لأن هذا من الجنس الذي يقول إن علم هذا لا يدرك إلا بكتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، لست أحتج في شيء من صفات خالقي عز وجل إلا بما هو مسطور في الكتاب أو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثابتة الصحيحة. كتاب هذا ما يجيب شيء أبد إلا صحيح ثابت. طيب،
تعال هذا من الثابت. ونقول إن لله عز وجل يدين يمينين لا شمال فيهما، لله يدين يمينين لا شمال فيهما. الشيخ يعتقد أن الله عنده يدين ثنتين لا شمال فيهما. وفي صحيح مسلم اللي هو أصح الكتب حديث ذكره العثيمين هنا، المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، حديث آخر ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بإيش؟ بشماله. وابن خزيمة يقول لله عز وجل يدين يمينين لا شمال فيهما. عقيدة عقيدة مأخوذة من القرآن والسنة، وهذا حديث السنة، حديث نثبت الشمال، والشيخ ابن خزيمة يقول لا لا شمال فيهما، نصدق منه نحن عاد. هذا ثم مما أورده هنا في عقيدته هذه، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، الله تعالى يكتب يكتب، هذا العقيدة عقيدة التوحيد بالأدلة الثابتة. قال عن طاووس سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، وقال خط لك التوراة بيده. طبعا هم يأخذون بإيش؟ لما تمر بهذا ما تستحضر عقيدتك الإباضية، العقيدة الإباضية أخذناها في الحلقة الأولى، احنا تو في العقيدة الوهابية، يعني انت تستحضر انك انت يعني وهابي سلف، يعني تخيل هذا وعيش الدور، هذا عيش الدور وتخيل انك انت وهابي وتثبت هذه الظواهر، لله يد ويكتب بها وكتبها في ايش؟ التوراة. اجيب القرآن ما كتبه بيده، فايش افضل؟ ايش افضل عاد يكون؟ التوراة افضل لانه كاتب النبي بيده. عن عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن عمر بن الخطاب بعث إلى عبد الله بن العباس يسأله هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، فأرسل إليه عبد الله بن عباس أن نعم، فرد عليه عبد الله بن عمر رسوله أن كيف رآه؟ قال فأرسل إنه رآه في روضة خضراء دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة، ملك في صورة رجل وملك في صورة ثور وملك في صورة نسر وملك في صورة أسد. هذه الملائكة التي تحمل الله سبحانه وتعالى. المعلق الشيء هذا محمد خيل هراس، وهو من الذين يثني عليهم الشيخ بن باز في بعض كتبه، كان يوصي بقراءة شرحه على الواسطية. يقول لعل ابن عباس أخذ رأيه هذا من كعب الأحبار، فقد كان كعب يقول إن الله قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد، يعني كعب يعني موسى عبد الله بن عباس عقيدته شوية فيها، وهم يقول بعدهم ما يذي الصحابة، يقول انهم يحترموا الصحابه، الصحابه عندهم عقائدهم ياخذونها من التوراه.
أيضا ابن خزيمة هم يقول نحن عقيدتنا عقيدة السلف، ما يقولوا كذا، يقولوا سلفية ونأخذ عقيدتنا من السلف. هذه مسألة السلف دي على كيف يعني، لما تجي موافقة على رأي كذا توافقهم أخذوا بها، لما تخالفهم لا، طرحوا كلام السلف عرض الحائط. مثل قول لا أدركوا الأبصار أدرك الأبصار، السيدة عائشة من السلف، لا تدركه أي لا ترى، طرحوا كلام السيدة عائشة. هنا قال الثلاث من تحدث بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. إن زعج ابن خزيمة من قول السيدة عائشة فقد أعظم على الله الفرية، انزعج فرد على عائشة إيش يقول؟ قال قال اختلاف عائشة رضي الله عنها وابن عباس، اختلاف عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة، ما عائشة نقول كما قال معمر بن راشد لما ذكر اختلاف عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة، ما عائشة عندنا أعلم من ابن عباس، نقول عائشة الصديق ابنة الصديق حبيبة حبيب الله عالمة فقيها، كذلك ابن عباس رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزق الحكمة والعلم، وهذا المعنى من الدعاء والمسمى ترجمان القرآن، وقد كان الفاروق رضي الله عنه يسأله عن بعض معاني القرآن فيقبل منه، وإن خالفه غيرهم من هو أكبر سنا منه وأقدم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اختلفا فمحال أن يقال قد أعظم ابن عباس الفرية على الله، لأنه قد أثبت شيئا نفته عائشة رضي الله عنها، والعلماء لا يطلقون هذه اللفظة، وإن غلط بعض العلماء يعلم السيدة عائشة إيش تقول إيش ما تقول، يعلمها يقول ما ينبغي إيش تقول كذاك، والعلماء لا يطلقون هذه اللفظة، وإن غلط بعض العلماء في معنى آية من كتاب الله أو خالف سنة أو سننا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ المرء تلك السنة، فكيف يجوز أن يقال أعظم الفرية على الله؟ يرد على السيدة عائشة بن خزيمة، فكيف يجوز يعني لا يجوز أن يقال أعظم الفرية على الله من أثبت شيئا لم يبينه كتاب ولا سنة، فتفهموا هذا لا تغالطوا. هذا كلام موجه لمن؟ سيدة عائشة، ما عجبنا حتى كلام عائشة، تفهموا هذا لا تغالطوا. المعلق ايش يقول؟ يقول إن عذرة عد ما رأم يقول عن ابن خزيمة يعني شيء، يقول أنك أنت أسأت مع السيدة عائشة. قال إن عذرة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تستعظم ذلك وتستنكره، ولهذا قالت لمسروق لقد قف شعري مما قلت. وليس من حق المؤلف أن يعلم أمه الأدب، فهي أدرى بما تقول منه، بس السد يعني يكفي. نعم، هذا تجاوز. يقولون سلفية، طيب أين قول السيدة عائشة الآن؟ ما وزن لكم أنتم وأنتم تنتمون إلى السلف؟ وبناء على التصحيح أيضا والتضعيف والقول بخبر الآحاد، ابن القيم، هذا ابن قيم الجوزية،
يخلقه الله. فإذا ابن القيم يفاجئنا مفاجأة عجيبة جدا، أن هذا ما جسر يخلقه الله. إيش الجسر؟ اسمع هذه الرواية العجيبة. في كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، صفحة 197، طبعا دار الكتب العلمية، صفحة 197 و198، حديث طويل جدا يعني. فيه يقول يذكر الأمم واجتماعها في المحشر وكذا، وكل أمة تتبع معبودة وتبقى الأمة محمدية جالسة، ويجيهم الله تعالى هم جالسون كم هنا. قل وتبقى ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيأتيهم الرب عز وجل فيقول ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس. قال فيقولون إن لنا إلها ما رأيناه بعد، ما شفنا ربنا بعدنا ما شفنا. فيقول هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ إذا شفتوه تعرفوه، هو يكلمهم. فيقولون إن بيننا وبينه علامة، إذا رأيناها عرفنا. شيء علامة، هم جالسين يشوفوه بعدهم ما عارفينه إلا يوم يشوف العلامة. عاد هات العلامة، إيش العلامة؟ الله يستر وسلم. قال فيقول ما هي؟ فيقولون يكشف عن ساقه، يعني ما يعرفوا بوجهه، يشوفوا ما يعرفوا، يعرفوا بالساق. فعند ذلك يكشف عن ساق فيخرون له سجدا، ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم يقول ارفعوا رؤوسكم، فيرفعون رؤوسهم، فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نورا مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه، ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى نورا مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك. ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطف مرة. استغفرك ربي وأتوب إليك. فإذا أضاء قدم قدمه فيمشي، وإذا طفي قام، والرب تبارك وتعالى أمامهم. الله تعالى يمشي قدامهم حتى يمر في النار، يعني الله هي اسمع الصراط، هنا تبقى الصراط، حتى يمر في النار فيبقى أثره كحد السيف ضحض مزلة. الضمير عائد لمن؟ أثر من؟ أي الصراط. إيش يكون على الصراط هنا؟ الصراط هو أثر مرور الله في النار. قال ويقول مروا فيمرون على قدر نورهم. ويورد آخر الحديث، إيش يقول ابن القيم؟ يقول هذا حديث كبير حسن. هذا حديث كبير حسن، ومع هذه البلية اللي فيه، هذا هو الصراط اللي هلكون به من يوم نحن بعدنا ذيك نعقل بدايات عقل، نقول شيء صراط وبيمد، وأخير شيء رسموه، آخر شيء جابوه رسموه يا الحمد. رسموه في سووا له فيديو كذا ورهبوا الناس، رسموه جابوا خط كذا
وأنا على يقين أن أكثرهم لا يعلمون بهذا الطامري، لا يعلمون أنه أثر ربهم لما يمر، وهو حديث حسن كبير، ما حديث ضعيف ولا موضوع، أن الله يمر في النار، لكن على ظاهره من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، المهم يخطب بالنار في النار. أخذهم بهذه الأحاديث والروايات التي صححها بعضهم وضعفها آخرون، ويقول نحن نأخذ بعقيدة السلف، حاشا لله، لم تكن هكذا عقيدة السلف. ومن قرأ كتاب السنة ابن أبي عاصم وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد وكتاب التوحيد لابن خزيمة وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية أدرك ذلك تمام الإدراك. بيان تلبيس الجهمية ينقل عن 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 الدارمي أنه قال بل لو شاء رب بل لو شاء الله لاستقر على ظهر بعوضة، لو شاء الله لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به فكيف على عرش عظيم. ونحن لما نقول هذه الكتب ذي تحرق هم ما عجبنهم، رافعين قضية ما عجبنهم، يقول وأمر بحرق كتب عقائد أهل السنة، ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. نقولهم هذه كتب فيه تحمل في أحشائها السم الزعاف، هذه كتب ذي تنشر على أنها هي الإسلام، وينبغي على كل مسلم ما لم يكن متحرزا يريد أن يكشف خباياهم وتمويهاتهم وإلا فإن عليه أن يتخلص منها. عميت أبصارهم عن الطامات التي نقرأها فيها والتفتوا إلى قولنا يجب التخلص منها، قال أيوة هذه هي ذي هذه المصيبة. ما المصيبة؟ هذاك ما الحديث الاستلقاء، حديث الاستلقاء يقول هذا حديث ضعفه وإمتنا، أبدا ما ضعفه إمة. ابن العثيمين هنا صححه وابن القيم صححه. حديث الشاب الأمرد الذي الشيعة ملأوا الدنيا ضجيجا على الوهابية وسبب حديث الأمرد، وقالوا حديث الأمرد ما صحيح ضعيف، من قال أنه ضعيف؟ صححه أحمد بن حنبل، وصححه أبو زرع الرازي، وصححه ابن تيمية، بل منهم من قال إن لم نحدث به يدرس الإسلام، ومنهم من كان شديدا، أحمد بن حنبل قال حدثوا به قد حدث به الثقات، حدثوا هذا الشاب الأمرد، ويقول لضعفه أئمتنا، ما ضعفه الله على صورة أمرد. وأبو يعلى الفراء يقول وكل ومن قال بأن حديث أن الرؤيا منام وأنه على خلاف الواقع فقد أخطأ، وأن الحق أن الله يستوي رؤيا منامه وواقعه واحد، أي أن الله على صورة أمرد حقيقة. أبو يعلى يقول كذا الفراء في إبطال التأويل، لما نقول هذه الكتب فيها هذا البلاء يقول لك يعني يقول هذا تدليس على أئمتنا، ثم بعد ذلك يقول هذه كتب ينقلهم هذه يجب أن تحرق، قل هذه هنا غلط، أنت غلطان مكانك حدك. نعم، فلذلك نقول يعني هناك تلبيسات وتمويهات من الحشوية عاملهم الله بعدله على الإخوان، لهم تحركات هنا في هذه الدار في هذه البلاد. وأنا قبل أن أغادر هذا المكان أود أن يكون هذا الذي أخذناه هنا يكون رسالة تحمل ببسالة، بحيث أنه أنكم تكونوا سفراء عقيدة الحق، سفراء عقيدة الحق، بحيث أنه يعني تحصنون المجتمعات الإباضية من هذا الشر الوبيل. وانتم مطالبين بانك انت يعني تجي وتذكر المذهب الاباضي وادل، هو ترى هذا اباضي، يعني هذا المجتمع اللي انت تتحرك فيه اباضي يعاني من بعض الغزو، انت لست مطالبا اولا انك انت تقول لا ودليل مذهبك كذا وكذا وكذا، لكن قل لهؤلاء الذين يغزونك بما يغزونك به
يحملون الأفكار الفلانية، هاك خذ هذه الكتب وقرأ عليه بس يكفي. هو الأصل أنه إباضي، ما يحتاج أنت تقول لكن إباضيا، لكن قل احذر ممن يريد أن يؤثر على عقيدتك، فإنهم يريدون جرك إلى هذه الويلات. خذوا هذه صوروهن، هذه انسخوا هذه الكتب ذي نسخوهن، ونسخوا الصفحات اللي فيهن، وليكن كل واحد عنده ملف بحيث أنه يجتهد يشتغل يعمل يصل إلى الأماكن التي يصل إليها هؤلاء ويحذر. هذه أمانة، أمانة ينبغي أن تبلغ. وهؤلاء آثارهم أهدافهم ليست عقائدية أبدا، أقول لكم يعني أمر، أهدافهم ليست عقائدية. هذا الكلام أهدافهم أبعد من العقيدة، أهدافهم أبعد مدى من العقيدة وأبعد من التدين. هؤلاء لهم أهداف بعيدة الأمد والمدى، تاريخهم يشهد بذلك، وارجعوا إلى ضربات في الصميم فقد تلونا شيئا من ذلك، تاريخهم يشهد. وهؤلاء لا ولاء لهم لأوطان أبدا، بمجرد أنه ينتمي للفكر الوهابي يمسخ باطنه، لا ولاء له لا لوطنه ولا لأهل وطنه، ومستعد عند أول سانحة أن ينقض عليك ويقضمك قضما. فإحنا مسألة الرعونة هذه والتسامح، وهذا الكلام طبعا ما معنى أن إحنا ندعو إلى العنف بين المذاهب، المذاهب الإسلامية كلها متسالمة، شيعة وإباضية وأهل سنة كلهم يعني بينهم تآلف وتقارب، لكن هذه الطائفة الوهابية هي السوس والفيروس في الأمة. لإن بقينا نحن جالسين يعني نقول إنهم أخواننا، هم لا يؤاخون أحدا أصلا، لا يقبلون بك أخا، أنت عندهم مبتدع ضال مهما كنت، يعني مهما قال هنا في وصاياهم يقول إن رأيت مبتدعا محترقا من العبادة فاجتنبه ولا تجالس، وإذا رأيت زنديق فاسق على معتقدكم الوهابية فجالسه. فهؤلاء شر مستطير، يجب ما تقول لأسالمهم ونؤاخيهم، نحن دعوة الألفة ما بيننا وبين أهل السنة والجماعة، ندعو إلى الألفة ما بيننا وبين الإخوة الشيعة والمعتزلة والزيدية، ندعو للتآلف وإلى السكوت عما اختلفنا فيه وعليه. أما الوهابية فلا نقبل منهم لأن أصولهم أصلا أصولهم لا تقر لهم مسالمة مبتدع أبدا، لا تقر ولا يجالس ويهجر، والعبوس في وجه المبتدع عبادة، إنك بس كذا إذا عبست حلك أجر. نعم يجب الحذر من ذلك، وما حشى حاجسهم مسالمة، ينبغي أن يكون لكم وعي بهذا وانتشار حركة. أنا أعجب يكون صراحة، يعني أنتوا في عبري عددكم كم وعددهم من الحشوية كم، أنتوا كم عددكم، كم نسبتهم بجانبكم أنتم، كم هم بالنسبة لكم، هم الأكثر ولا أنتوا الأكثر؟ أنتوا الأكثر. طيب والتأثير الأكبر لكم ولا لهم؟ يعني لا أنتم هالبركة حاولوا تكلموا أباهم يتكلموا، التأثير الأكبر، التأثير الأكبر لهم ولا لكم؟ التأثير الأكبر لهم، يعني إيش؟ أنتوا الأكثر، إيش ينقصكم عن أن تكون الحركة لكم وقيادة الدفة بأيديكم؟ لكن هم متآلفين مترابطين، متآلفين بمجرد ما أحسوا في صحار بالخطر الآن مؤخرا، ما أنه خطر، درس فقهي ألقيت درسا فقهيا، فارتجوا عن آخرهم من شناص على الوا على صحار، لأن مسعود ألقى درسا فقهيا في صحار،
زلزلت تلك البقاع زلزالها وهات على الوالي والمحافظ ووزارة الأوقاف أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. نعم. والآن هناك الدنيا تضج ضجيجا فقط لأن مسعود ألقى درسا فقهيا، احنا ما تكلمنا شيء في الفقه، وأوقفوه فلان لا تخلوا يتكلم أبدا يسكت، ردوا على اللي نقوله نحن، هذه الأساليب الهمجية الرعناء هذه لا تسمي ولا تغني، ردوا إن كان عندكم رد على ما نقوله، هذه كتبكم تنطق عليكم وتشهد، ردوا عليها السلوكيات ذي الهوجاء والقائمة. طيب لما هم يتحدون ونحن نفترق؟ لما هم يتقوون ونحن نضعف؟ تراهم ذي لو صاروا في يوم من الأيام لهم السلطة عليكم هنا لن تأخذكم بهم أبدا، لن تأخذك أبدا أي رحمة ولا شفقة أبدا إطلاقا، لن يرحمكم منهم راع. ما فعلوا هذا بأجدادكم من قبل؟ فعلوا ولا لا؟ وما كتبوه ومؤرخوهم كتبوه وما خجل عجوههم، ما استحوا كتبوه، ذكروا هذا ولا لا؟ هؤلاء يسيرون على سيرة أولئك، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم، ما يمكن أن يرى. فذلك أنتوا أهل الكثرة، والحال عندكم لم يبلغ الحال الذي بلغه الغير من تسلط الآخرين. الإخوة منطقة أخرى كذلك، يتصل بي وكذا ومنزعج ومتحركين، وليش انتوا ايش سووا انتوا هناك، ايش جالسين تسوون؟ تعال سووا محاضرة، بيجي بسوي محاضرة بروح، ويجي الشيخ أحمد الخليل بيسوي محاضرة وبيروح، هذا لك متسمرين هناك وانتوا هناك في الميدان، اجي انا اسوي محاضرة اروح سلسدر، مو الفايدة انتوا ومن الاكثر انتوا ولا هم؟ قال احنا اكثر. عجب كيف يغلبوكم وانتم اهل الكثرة؟ مشكلة ان الاباضية واجد مسالمين، حتى الحشوية مسالمين، سالم الشيعة، سالم الزيدية، آل معتزلة، يعني لو سكتوا عنا سكتنا عنهم ونكتفي منهم بأن يسلموا، لكن هؤلاء حتى ذي لنسالمهم؟ هذا جبن وضعف وخوار، بلدان بأسرها. أنتم بأنفسكم، أنا كنت زرت من سنوات، من غير ما أذكر أسماء، زرت من سنوات منطقة عندكم هنا ولا سمعت فيها ولا صوت يهمس بآمين، وقبل فترة زرتها وسمعت ضجيجا وعجيجا شنشنة وهمهمة وراء. منين جو ذيلا؟ منين جو؟ والسبب من؟ ولا إن بقينا على هذا، ما النتيجة التي ننتظرها إذا بقينا كذاك؟ النتيجة التي ننتظرها إيش؟ أن يأتي اليوم الذي نكون فيه تحت رحمتهم. أرجوكم ارحمونا، اسمحوا لنا نستأذنكم بكلمة نلقي 10 دقائق في مسجد الفلاني إن سمحتم وتكرمتم، إذا أذنوا لكم أذنوا، ما أذنوا روح القل كلمة هناك في البيت إذا سمع. هل تنتظرون هذا اليوم يعني؟ ومتمزقين، هذه لها العبري محاضراتهم وحدها، وهل لك هل ضنك محاضراتهم وحدها، وهل ينقل يجي الشيخ أحمد في ينقل هل عبري ما لهم علاقة، الشيخ أحمد جاء في عبري هل ينقل ما لهم علاقة، جاء في ضنك ما لهم علاقة، عن إيش؟ تقسيم ولايات، جاء في الولاية ما جاء عندنا احنا. هذه التقسيمات ألغوها، ما لكم علاقة فيها، جعلوا نشاطكم واحدا وقلوبكم واحدة وتعاونكم واحد وكونوا يدا واحدة، فالاتحاد قوة. لا، احنا عندنا وحدنا نشاط وعندنا وحدنا برامج، وهلاك وحدهم برامج وهلاك وحدهم برامج، وهكذا يضعف الجمع بتمزع التوجهات. فعلينا أن نأتلف وأن نتفق وأن نكون يدا واحدة وأن نخلص لله تبارك وتعالى، فبالإخلاص تتحقق المآرب وتتم لنا المقاصد. هذا ما أردت قوله، ويعني وددت وتمنيت أن لو كان أستاذ هلال موجود ليواصل العصر
ولكن يعني نسأل الله تبارك وتعالى لولده الشفاء والعافية، وأن يذهب عنه السقم والبأس، وأن يعيده إلى داره وأهله سالما غانما معافى. وصلى الله وسلم على رسول الله.